شهد القطاع الزراعي تطورا كبيرا خلال الفترة الأخيرة بتطوير وتنمية مشروعات التنمية واستصلاح الأراضي، وعملت الدولة خلال الفترة السابقة على تنفيذ العديد من المشروعات الزراعية العملاقة، على رأسها جاء مشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة. تهدف تلك المشروعات إلى توفير منتجات زراعية ذات جودة عالية وتدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية. تحقيق الاكتفاء الذاتي وتصدير الفائض شعار رفعته الدولة من أجل توفير منتجات زراعية ذات جودة عالية وبأسعار مناسبة للمواطنين وتصدير الفائض للخارج، مما يساهم في تقليل الاستيراد وتوفير العملة الصعبة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. من هذا المنطلق وضعت الدولة استراتيجية واضحة للتنمية الزراعية المستدامة ضمن إطار رؤية مصر 2030 بهدف الحفاظ على الموارد الاقتصادية الزراعية المتاحة وتنميتها وتحقيق قدر كبير من الأمن الغذائي، مع تدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية وإقامة مجتمعات زراعية جديدة متكاملة. من أجل تلك المستهدفات تصدرت مشروعات التوسع الأفقي وغزو الصحراء قائمة المشروعات القومية العملاقة، خاصة وأن محور التوسع الأفقي في الأراضي الجديدة يعتبر من أهم المحاور لتدعيم سياسة الاكتفاء الذاتي. وفي هذا الإطار أطلقت الدولة عددا من المشروعات الزراعية الهامة، وعلى رأسها مشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بداية من منطقة الدلتا الجديدة إلى المنيا وبني سويف والفيوم، ووصولا إلى أسوان والدخلة والعوينات والسادات، من أجل تحقيق هدف زراعة 4.5 مليون فدان بحلول عام 2027. كما عملت الدولة على تنفيذ 18 تجمعا تنمويا زراعيا في شمال وجنوب سيناء، مع دمج أبناء سيناء في المشروعات التنموية، إضافة إلى استصلاح ما يقرب من 11,000 فدان. ويستفيد من هذه التجمعات بطريقة مباشرة أبناء سيناء والمحافظات الأخرى، فضلا عن مشروعات في جنوب الصعيد والوادي الجديد بمساحة 650,000 فدان. هذا ونجحت الدولة في إطلاق برنامج إنتاج التقاوي محاصيل الخضر بهدف زيادة قدرة مصر على توفير بذور الخضروات محليا بدلا من الاستيراد لأكثر من 95% من بذور محاصيل الخضر، حيث نجح البرنامج في استنباط وتسجيل 26 صنفاً وتهجين 10 محاصيل خضر رئيسية من بين الطماطم والفلفل. ونتيجة لكل تلك الجهود شهدت الصادرات المصرية ارتفاعاً ملحوظاً، فهناك 405 سلع زراعية تغزو 160 سوقاً على مستوى العالم، حيث كان ملف الصادرات الزراعية المصرية من أكثر الملفات التي حققت فيها الدولة مؤخراً نجاحات كبيرة، وهو ما يؤكد سمعة المحاصيل الزراعية المصرية التي هي بالطبع امتداد طبيعي للنجاحات التي حققها قطاع الزراعة برمته.